حزمة تبن أغلبه أشواك هو فقط مصدر الغذاء الوحيد لرؤوس الغنم هذه، بعد أن صعب على مالكها الحصول على دعم الدولة من الأعلاف. درت الفاكسا والإجراءات وكلش درناها، قال لك اخويا يربطك بواحد مش مدير فاكسا، يقول لك استنى على شهرين باش يكملوا لي فاكسا تاع 34 بلديه ويديروا الاحصاء تاعهم ويدخلوهم. قلت له على قد وقت يلحق التور؟ قال لي على شهرين. تصبر شهرين هذه طيب، ما واش راح تاكل؟ الدنيا تشوف فيها حمراء. الوضعية نفسها وقع فيها العديد من مربي المواشي والأبقار بولاية غالما، ما بات يؤثر بشكل كبير على نشاطهم. قدرت الفاكسا تاع الاول وتاع السنه ما كانش، ما نروح اسمي ما كانش، ما ديتش النخال خلاص من يقول نروح يقول لك ما كانش اسمك. نعانيو معاهم، انا نعانيو معاهم، انا قريب راح نبيعوهم، انا قاعدين نعانيهم في الديون نتاع، عندنا نجيبوا فيها ماشينوار، نشيلوا فيها ماشينوار، سمعت نشيلوا فيها ب 600,000 في الغنطار، المردود تاع الحليب نقص، البالا نتاع الكورة ب 100,000. لتبقى وضعية المربين هؤلاء على حالها، خاصة وقد امتنعت المصالح الفلاحية عن الرد متحججة بانشغالها في أمور أخرى.